السكان حول التلاحم الاجتماعي خاصة في فصل الخريف كان هو موضوع هذا اللقاء الذي نظمه حاكم ولاية بحر الغزال الجنرال رمضان إردبو. وقال في بيانه إن الولاية خلال الخريف تستقبل رعاة قادمين من الولايات الأخرى، لذا طلب الحاكم رمضان إردبو من كل الفاعلين لعب دورهم لتكثيف التوعية حول الحفاظ على التماسك الاجتماعي في الوسط الاجتماعي للوقاية من نزاعات محتملة. وحث القادة الدينيين على وضع النقاط على الحروف لا سيما في ناحية بث رسائل السلام. كما دعا رمضان إردبو مناديب الثروة الحيوانية والزراعة والبيئة إلى ضرورة احترام المسارات ومساحات المراعي لكي يعيش المزارعون والرعاة في وئام وتعايش سلمي. أجل وضع حد للفوضى قامت اللجنة المشتركة المتجولة للمراقبة في المنطقة الشمالية برئاسة العميد أحمد جوكوني قامت في كلايد بضبط كمية من الكحول المغشوشة والمخدرات، وكذلك 48 سيارة غير مطابقة للقانون الجمركي تم ضبطها بمدينة فيا وضواهيها. وقد تم عرض هذه الأخيرة للصحافة المحلية بحضور حاكم ولاية بوركو الجنرال إصمت إسحاق الشيخ والسلطات العسكرية، وقد أشاد بالعمل الذي قامت به قوات الدفاع والأمن. وأشار الحاكم إلى أن المضبوطين سيحالون للقضاء للرد على أعمالهم المخالفة للقانون. ولولاية وادي فيرا الجنرال أدم عبد الله التونسي جولته داخل الولاية، حيث وقف هذه المرة في مدينة تينا جاغرابا التي تقع في الشريط الحدودي مع دولة السودان، حيث عقد فيها لقاء انضم ممثلي جميع الطبقات الاجتماعية. تحدث الوالي آدم عبد الله التونسي خلال هذا الاجتماع عن مدى ضرورة المحافظة على الأمن والسلام، مركزا في التعايش السلمي الذي يعتبر الركيزة الأساسية في الأمن والاستقرار. كما تطرق الوالي أن تغطية إرادات الدولة وعدم التحرك واحترام سلطة الدولة والسلم الإداري. واختتم جولته الميدانية بمدينة أرادة مقاطعة البهير. ملوك أرادة ده يربط صلبي قبل كل شيء ده التعايش سلم ده البند الأولى، بعد ده جلب الأمن المجلس الأسكري الانتقالي ده وكت هنا سلام. دعا الوالي تغطية التعايش السلمي خاصة ما بين الرؤات والمزارعين في موسم الخريف.